اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا ويا مولانا ويا سيدنا ويا إلهنا، اللهم يا رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، يا فاطر السماوات والأرض، يا عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم يا ربنا ويا مولانا، يا ربنا ويا مولانا، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأزواجنا وذرياتنا من النار. اللهم اعتق رقابنا جميعا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الفردوس وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا عبيدك، اللهم إنا عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، عدل فينا قضاؤك،
نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب همومنا يا رب العالمين. اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة. اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة. اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعله سابقا لنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم يا ربنا ويا مولانا ويا سيدنا يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزم أعداءك وأعداء الدين في كل مكان. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم والنصارى ومن ناصرهم والشيوعيين ومن شايعهم. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أنزل عليهم سخطك وعذابك يا قوي يا عزيز. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا عاجلا غير آجل عاجلا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين وفرج كرب المكروبين. اللهم واقض الدين عن المدينين. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين. اللهم أنزل على اليهود والنصارى سخطك وعذابك يا قوي يا عزيز. اللهم يا ربنا ويا مولانا ويا سيدنا ويا إلهنا ردنا إليك ردا جميلا حميدا. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم وكما جمعتنا في هذا المسجد المبارك فاجمعنا في دار كرامتك وأنت راض عنا من غير حساب ولا عقاب. من غير حساب ولا عقاب. من غير حساب ولا عقاب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه.